أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم
وتبرئ الأكفك والأبرص بإذنك وإذ تخرج الموتى أننا مسلمون
أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. قالوا آمنا واشهد بأننا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله يستطيع ربك أن
يا رزقنا
أيها الأخوة الكرام، زه النور لما تجلت آية الهدى وفاح منه عبير الزهر خط الموردى، تجلى علينا به خير قارئ لأحكم تنزيل على النبي محمد. استمعنا إلى قرآن محكم من قارئ متقن، فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ حبش الخولي، القارئ المبتهل بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بمركز الترجمة. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله وسعيكم جميعا.